أكثر من ساعة مدة نقاش الأفلان وحمس في أول لقاء بين الحزبين حول مبادرة التوافق الوطني. بعد لقاء حزب طلائع الحريات والحركة الشعبية الجزائرية، حط وفد حمس رحاله بمقر الحزب العتيد لشرح فحوى مبادرته أملاً في كسب ورقة أثقل حزب في البرلمان. هذا الاجتماع عنده جد أهمية، ربما منعرج إيجابي إن شاء الله، منعرج إيجابي للمستقبل. مبادرتنا مبادرة وطنية لا علاقة لها بمصلحة الأحزاب ولا بطموحات الأحزاب، وإحنا تكلمنا مع إخواننا وزملائنا في جبهة التحرير الوطني، قلنا لهم نحن إذا كان هذه المبادرة كتب لها النجاح نحن على استعداد أن نضع طموحاتنا الحزبية والشخصية تحت أرجلنا. مبادرة حمس تقوم أساساً على رسم ملامح رئاسيات 2019، لكن فحوى الفكرة لم تلقى القبول الكامل من ولد عباس، أين أقر بالعديد من التحفظات. تحفظات؟ أنا قلت لهم وجاوبني الأخ دكتور مخلي فيما يتعلق ترانزيشن ديمقراطي، قلت له هذه 20 سنة وإحنا نخدمه وإحنا نبنيه، وكنتوا معنا 18 سنة وحماس معنا في الحكم، المصالحات اللي تكلمت عليها والمقاربة ترانزيشن، ما نتكلمش على ترانزيشن. عطانا من بعد فسرنا الأخ مقري وديمقراطي، ما كناش عايشين في ديكتاتورية. قلت بكل صراحة الدور نتاع الجيش الوطني الشعبي راه مستر في الدستور، وانا نتمسك بالدستور فيما يتعلق بالدور نتاع الجيش الوطني الشعبي. مقري بدوره لم يخفي أهداف المبادرة التي منح فيها البعد الاقتصادي أهمية كبيرة، فالتوافق حسبه له شقان سياسي واقتصادي. احنا طموحاتنا في هذه الخمس سنوات يعني هو ان ننقذ بلدنا من وضع اقتصادي سيكون صعب وسيكون خطير على معيشة المواطن وعلى استقرار البلد من خلال وجهة نظرنا بطبيعة الحال يعني. ونحن لم نتحدث في مبادرتنا عن الاشخاص، اعطينا مواصفات محددة لمن يمكن ان يقود التوافق الوطني. التوافق الوطني مبادرة من بين عديد المبادرات التي تسعى حمس إلى إقناع مختلف مكونات المشهد السياسي، عسى أن تلقى النور بعكس سابقاتها.